بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بكم جميعا. بدأ ذي بدء، أجدد الترحم على شهداء الثورة، على شهداء الجيش والأمن والحرس الوطني، على شهيدي تونس شكري بالعيد ومحمد البراهمي. وأود أن أشير إلى أنه علاوة على النجاحات الأمنية التي حققها وأنجزها أعوان الأمن في الحرس الوطني والحرس الوطني في أواخر شهر رمضان المبارك المصرم، سواء في سوسة أو الوردية أو رواد أو بنقردان، فقد تمكن أعوان قوات الأمن الداخلي في الأيام القليلة الماضية بناء على تحريات أمنية وأعمال تمحيص واستقراء وأبحاث ميدانية ومعلومات استعلاماتية مخابراتية من كشف النقاب عن العديد من الحقائق تخص الأعمال الإرهابية التي استهدفت استقرار بلادنا، سواء تمثلت في إدخال الأسلحة أو الاغتيالات السياسية أو أحداث التفجير في جبل الشعامبي ومحيطه. وسوف يضطلع سيدان مصطفى بن عمر و المدير العام للأمن العمومي ومحمد علي العروي الناطق الرسمي للوزارة بتقديم عرض مدعم بالصور والوثائق إنارة للرأي العام حول جملة من الحقائق بشأن العمليات الإرهابية التي جدت ببلادنا. وأرى لزاما قبل أن أفسح لهما المجال لتقديم عرضهما أن أسوق بعض الملاحظات وأن أضج ببعض النداءات. الملاحظة الأولى أن هذه الحقائق التي سيقع الكشف عنها هي التي مع معطيات سابقة أدت إلى ما صدع به السيد علي العريض رئيس الحكومة يوم أمس من تصنيف لتنظيم القاعدة لتنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي. الملاحظة الثانية أن تصنيف التنظيم المذكور كتنظيم إرهابي يترتب عنه بالضرورة حظر أي نشاط له وتجريم أي انتماء إليه، ناهيك عن تمويله أو مد يد المساعدة لعناصره بأي شكل من الأشكال، وهما يستوجب بداهة رفع الخروقات والمخالفات إلى القضاء لتطبيق النصوص القانونية المستوجبة تحريكاً للدعوة العمومية. الملاحظة الثالثة أن تولي أعوان الجيش الوطني في تمشي موفق قصف مواقع الإرهابيين في جبل الشعامبي وتدمير معسكراتهم وتشتيتهم ساعد أعوان الحرس الوطني على إلقاء القبض على عنصرين خطيرين ممن كانوا فوق الجبل، هما محمد الحبيب العمري وأحمد المباركي وعناصر أخرى ممن كانوا يؤمنون لهم الدعم اللوجستي ويمدونهم بالمؤونة، والذين أكدوا ضمن اعترافاتهم وجود علاقة أولى بين أنصار الشريعة وتنظيم أو كتيبة عقبة ابن نافع بدليل وجود كمال القذقاذي فوق جبل الشعامبي وبدليل وجود أبو بكر الحكيم فوق ذلك الجبل قبل مقارفته وضلوعه في عملية اغتيال الشهيد محمد إبراهيم، كما أكدت وجود علاقة مؤكدة ثانية أثبتتها الأبحاث بين كتيبة عقبة بن نافع وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي، لأنهم يأتمرون بأوامر أبو مصعب عبد الودود أحد قيادي القاعدة. الملاحظة الرابعة أن إلقاء القبض على مجموعة من الشبان من قبل وحداتنا الأمنية المختصة في الأيام الأخيرة بضاحية حمام الشط قد كشف عن هيكلة تنظيم أنصار الشريعة ووجود جناح سري أمني لجمع المعلومات
واختيار الأهداف ووضع قاعدة بيانات استعداداً للقيام بعمليات اغتيال وأعمال إرهابية، وهو ما يضفي ضمن أبحاث مدققة وجهود موفقة إلى القناعة بضلوع تنظيم أنصار الشريعة في الإرهاب. الملاحظة الخامسة أن أعوان وزارتي الداخلية والدفاع قد انخرطوا منذ عدة أشهر في محاربة الإرهاب، وقد قطعوا شوطاً لا بأس به في تحديد الضالعين فيه وضبط هوياتهم وانتماءاتهم وولاءاتهم وإلقاء القبض على العشرات منهم وتقديمهم إلى القضاء، حتى أن عدد الموجودين في السجن منهم يفوق عدد الموجودين فوق الجبال. لذلك لا يتحتم مطلقاً أن نهول ظاهرة الإرهاب في تونس التي هي ليست بمعزل عن محيطها الدولي والإقليمي، كما لا يجب في نفس الوقت أن نهون ونقلل من خطورتها، لأنها كما أسلفت القول كورم خبيث، كلما تكتلنا وسارعنا في اجتثاثه بالطرق المثلى كلما كانت فرص التعافي أسرع وأفضل. الملاحظة السادسة إننا نطمئن التونسيين والتونسيات إلى أن الأحداث الإرهابية لم تؤثر في تعافي الأمن العام، إذ لا زالت مؤشرات الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أنواعها مرتفعة، حتى أن النشاط السياحي بلغ ذروته خلال شهري جويلية وأوت لهذه السنة. كما نطمئنهم إلى حسن الانتشار الأمني وحبكة نسيجه ووجود الكفاءات وفرق التدخل والفرق المختصة لدى الحرس والأمن بما يكفل أمن التونسيين ويحقن دماءهم، حتى لا نصل إلى نقطة لا عودة وحداتنا بموجب إنابات قضائية وتحت رقابة القضاء. لذلك فالمرغوب أخذها على علاتها كما وردت من مصدرها دون أي توظيف سياسي أو تجاذب حزبي. الملاحظة الثامنة أن الأبحاث في الأحداث الإرهابية لازالت جارية عند أكثر من وحدة مختصة ولدى أكثر من قاضي تحقيق، بما يضحى معه من المبكر والسابق لأوانه الجزم بتورط وضلوع أي بلد أجنبي أو جهة في الأعمال الإرهابية من عدمه، أو وجود اختراق لعناصر تنظيم أنصار الشريعة من عدم وجوده. الملاحظة التاسعة أن ثمة معادلة صعبة بين حق الإعلام خاصة والمواطن التونسي عامة في الحصول على المعلومة وسرية التحقيقات وحسن سير الأبحاث، بما لا يتسنى لنا معه الإطناب في التدقيق والجزئيات، وأرجو ألا يعتبر ذلك نقصا في العرض أو هانات تشوبه. الملاحظة العاشرة أن وزارة الداخلية تضم في شقها الأمني، ناهيك عن شقها المدني، عشرات بل مئات المسؤولين وعشرات الآلاف من الموظفين والأعوان والعملة، بما يتطلب معه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وقتا معقولا وجهدا دقيقا. وعلى كل حال لا يوجد في وزارة الداخلية بمن فيهم وزير الداخلية من هو عصي عن التغيير. الملاحظة الحادية عشرة، سمعت نداء تكرر لفتح أرشيف الداخلية ولا سيما أرشيف البوليس السياسي، وأنا لي رغبة بدوري ملحة في فتح هذا الأرشيف ولا أمانع من ذلك البتة، ولكن لنتساءل بأي أيدي أمينة سيفتح هذا الأرشيف، وطبقا لأي معايير وضمن أي محاذير، بما يستوجب بالضرورة الاستئناس بتجارب الثورات السابقة ووضع الأطر القانونية والمؤسساتية لذلك. متى توفرت هذه المعايير ومتى توفر قانون خاص يراعى فيه المعطيات الشخصية واحترامها، نحن لا نرى مانعاً مطلقاً من فتح الأرشيف السياسي ليتمكن التونسيون والتونسيات من الوقوف على المظالم التي جدت في العهد السابق. كما أريد أن أوجه بعض النداءات،
أولاً للسياسيين ورؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية حتى يواصلوا الحوار وصولاً إلى التوافق والاتحاد لمجابهة التحديات وعلى رأسها الإرهاب. ثانياً للمواطنين للمواطنات والمواطنين التونسيين حتى ينخرطوا في محاربة الإرهاب بمد أعوان الجيش والأمن بالمعلومة والإعلام عن أي تحرك مستراب أو أشخاص مشبوهين. وأريد أن أنوه بالمجهودات المبذولة من قبلهم لأنهم انخرطوا فعلاً في مدنا بمعلومات كثيفة لئن كانت قد أرهقتنا للتحقق من صحتها فهي تدل على يقظة التونسيين والتونسيات. النداء الثالث أريد أن أوجهه للأمنيين، أقول لهم سلمتم وسلمت أيديكم ودمتم ذخراً لهذا الوطن، وأهيب بهم لكي لا يعاملوا الناس تبعاً لأشكالهم أو قناعاتهم، وأن لا يضيقوا عليهم في عباداتهم وممارسة شعائرهم، وأن لا يرسلوا الأحكام جزافاً وعلى إطلاقها، وأن يسعوا إلى تطبيق القانون في كنف احترام حقوق الإنسان والحرمة الجسدية والمعنوية للمواطنين واحترام أجال الاحتفاظ وتجديدها في أمادها القانونية وتطبيق مقتضيات وموجبات الفصلين 13 و13 مكرر مجلة الإجراءات الجزائية. هنا أريد أن أنوه إلى أن ليس كل السلفيين تابعين لتنظيم ما يسمى بأنصار الشريعة، لذلك لا بد أن يكون التعامل معهم بحذر شديد وألا نضيق عليهم لأنهم أبناء هذا البلد ولهم الحق في التنوع وفي الاختلاف وفي حرية العبادات. النداء الرابع أسوقه وأرفعه للمنتسبين لمسمى بأنصار الشريعة الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء ولم يقارفوا أعمالاً مادية مجرمة تجاه التونسيين حتى يتنكبوا الانتساب لذلكم التنظيم ويتبرأوا منه ويمسكوا عن النشاط تحت سقفه، فالمساجد مفتوحة وحرية التعبير مكفولة للجميع. وختاماً أمرر الكلمة للسيد محمد علي العروي الناطق الرسمي لوزارة الداخلية حتى ينخرط في العرض بمعية السيد مصطفى بن عمر المدير العام للأمن العمومي، وشكراً جزيلاً والسلام عليكم. مرحبا بكم. في البداية إنما توصلت له الوحدات الأمنية من شرطة وحرس وطني والتي تمكنت بجهد جهيد وعمل متواصل ومتناسق فيما بينها ومع وحدات الجيش الوطني من الوصول إلى حقائق ثابتة، وهذه الحقائق هي نتيجة اعترافات واستنطاقات وأدلة فنية ومادية وبعد تقدم واضح في الأبحاث وخاصة في الإيقافات في المدة الأخيرة. وقد ثبت من خلال هذه الأدلة الثابتة الارتباط الوثيق بين قضية اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وقضايا إدخال الأسلحة وتخزينها في البلاد وقطاع السلاح المختلفة التي وقع القبض عليها في مختلف مناطق الجمهورية، وكذلك ارتباطها الوثيق بالمجموعة المتمركزة في جبل الشعامبي. وتأكد ضلوع نفس هذه العناصر الإرهابية وارتباطها ببعضها البعض، كما تأكد لدينا بصفة قطعية المخطط الإجرامي والإرهابي لهذه المجموعة ومحاولتها زعزعة الاستقرار والأمن وقلب النظام بالقوة، كما تأكد ضلوع وانتماء ونشاط العديد من هؤلاء وانتمائهم إلى ما يسمى بأنصار الشريعة في تونس، وأن لهذا التنظيم جناح عسكري وأمني يراد منه السيطرة على الحكم بالقوة.
وقد حققت وزارة الداخلية بكل أجهزتها بالتعاون مع الجيش الوطني من تحقيق تقدم واضح في هذه القضايا الكبرى. وقد أفشلت الوزارة مخططات إرهابية في مناطق مختلفة من تونس، وقد أحبطت هذه المخططات نتيجة عمليات استباقية لهذه العمليات الإرهابية. هذا بصفة عامة معناها المخطط وموضوع العرض اللي بش يتفضل السيد المدير العام الأمن العمومي السيد مصطفى الطيب بن عمر بتقديمه، وبعد ما نقدموا العرض اللي هو نأكد كما قال سيد وزير الداخلية انه فيه حقائق دامغة وثابتة نتيجة اعترافات وتحقيقات وليست نتيجة استنتاجات او تقاطعات مثل ما سمعناه في العديد من المرات. هذه رأي تحقيقات واعترافات ثابتة، واحنا بتقدم يسعدني اللقاء بكم ثانية بعد لقاء الشهر الفارط. يسعدني اللقاء بكم ثانية بعد لقاء أواخر الشهر الفارط عندما تم تقديم ما آلت إليه الأبحاث والتحقيقات في اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي رحمهما الله. ولكن في هذه المرة وبعد وضوح الرؤية أكثر فأكثر، قررت المؤسسة الأمنية تحت عنوان كشف الحقيقة تقديم ما آلت إليه التحقيقات والأبحاث العدلية والتحريات الميدانية الموثوقة مع احترام التسلسل الزمني، ولذلك أستسمحكم بتقديم للتذكير فقط المعطيات التالية. انطلاقاً من صبيحة يوم 6 فيفري وبمنطقة المنزه تاريخ اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وبانطلاق الأبحاث على المستوى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، أمكن إيقاف كل من محمد علي دمق، ياسر المولهي، محمد أمين القاسم. ثم بالتنسيق بين الشرطة والحرس تمكنت ذات الإدارة الفرعية من الكشف عن الفاعلين الأصليين وهم على التوالي: كمال قذقاضي، أحمد الرويسي، لطفي الزين، مروان الحصالح، سلمان المراكشي، عز الدين عبد اللاوي، كريم الكلاعي، صابر المشرقي، قيس مشالة، ياسين الفرشيشي، علي الحرزي، أبو بكر الحكيم. وقد قلت في المرة الفارطة أن هذا الشخص هو من آخر اكتشافات ونجاحات قضية المرحوم شكري بالعيد، يحمل الجنسية المزدوجة من الجنسية الفرنسية، عاد إلى التراب التونسي بعد صدور العفو التشريع العام بين الثورة. أثبتت التحريات تردده على منزل بشيهة حي الغزالة، وقد تمت مداهمة هذا المنزل يوم 17 جويلية، أين تم حجز العديد من الوسائل الاتصال والأسلحة والذخيرة وأسلحة بيضاء وقنابل يدوية. وبناء على معلومات من الأبحاث العدلية والتحريات الاستعلامية، تم حماية عديد من الأشخاص الذين هم محل تهديد، وهذه الحماية لها العديد من الأوجه: حماية بواسطة مرافقة من عون ينتمي إلى إدارة اختصاص، حماية الشخصيات والمنشآت التابعة للإدارة العامة لوحدة التدخل، أو حماية بواسطة وحدات خاصة، فرق خاصة تابعة للإدارة الفرعية للنجدة في تونس، أو بسوسة أو بصفاقس أو منستير إلى غير ذلك. وبالمناسبة كذلك، وبإذن من المدير العام الأمن الوطني، تم إحداث فرق اختصاص تأمين هؤلاء الأشخاص بمعدل فريقين في كل إقليم بتونس الكبرى، في الشمالية في إقليم أريانا، إقليم تونس، وإقليم بن عروس. بتاريخ 25 جويلية 2013 في حدود ساعة منتصف النهار تم اغتيال الشهيد محمد الإبراهيمي، وانطلقت الأبحاث عن طريق وحدة مختصة في الأبحاث في القضايا الإرهابية،
وكانت النتائج الأولية هو تطابق الجريمتين في عدة عناصر، منها استعمال نفس السلاح في الاغتيال الأول والثاني. وقد أفضت التحريات والأبحاث ذروع الآتي ذكرهم: أحمد المالكي شهر الصومالي وهو جار الضحية، محمد العوادي، سيف الله بن حسين، أبو بكر الحكيم، محمد العكاري، وهذا الأخير قد تولى تقديم نفسه إلى الوحدة المختصة في القضية، لطفي الزين. وبتقدم الأبحاث وورود معطيات ذات طابع استعلامي مؤكد عشية يوم الخميس 1 أوت 2013 حول استهداف عدد 5 شخصيات صباحة يوم الجمعة 2 أوت 2013 بولاية سوسة، وكان من الأرجح استعلاميا أن يكونوا السادة كمال مرجان، ألفة يوسف، أم زياد، محمد كريفة، ومنى بن نصر، بالإضافة إلى استهداف مؤسسة مالية على الأرجح أنه فرع بنك الأمان. يوم الجمعة صباحا 2 أوت 2013 تجندت كل الوحدات الأمنية من مختلف الاختصاصات بالانتشار المكثف والواسع في تلك الجهة لإفشال المخطط، وقد تم فعلا، حيث منذ الساعة 10 صباحا شعرت الوحدات في سلسلة من الإيقافات على غرار رياض الورتين. أحد عناصر المجموعة تم استغلاله في كراء المنزل تخفت به العناصر الفارة والمفتش عنها من قبل السلطات الأمنية. عادل الكافي أحد عناصر المجموعة شارك في الدعم والإعاشة للعناصر الفارة، وقد تم مساء يوم الغد وفي حدود الساعة 6 تقريبا اكتشاف المنزل الذي يختبئ به الإرهابي لطفي الزين، وقد تم مداهمة هذا المنزل. وبعد تبادل طلق ناري مكثف بين الوحدات الأمنية وهذا الإرهابي تمكن من الفرار. وهذه صورة تجسم فرار هذا الإرهابي الأخير، كما تجسم تبادل طلق ناري والمطاردة التي وقعت من قبل مختلف وحدات الأمنية. في نفس المنزل تم حجز كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والقنابل الهجومية والوثائق والملابس العسكرية واللوحات المنجمية. كان من المفترض أن تستغل الأسلحة والذخيرة في الاغتيالات، بينما كان من المفترض أن تستغل تلك اللوحات في الهروب بواسطة سيارة يتم تغيير لوحاتها بعد ارتكاب الجرائم، بما في ذلك المداهمة على فرع البنك. في نفس اليوم أو في فجر اليوم الموالي تمت مداهمة منزل بجهة الوردية يوم 4 أوت 2013، وقد تولت الوحدات الأمنية المختصة في مجابهة الإرهاب سواء التابعة لإدارة عامة وحدة التدخل أو الإدارة العامة للأمن العمومي تبادل الطلق الناري المكثف مع هذه المجموعة اللي كانت تقتل بالمنزل، الشيء اللي أدى إلى خرق أحد الرصاصات الصدرية كانت موضوعة على صدر أحد أعواننا والمكلفين باقتحام المنزل، ولأنه لحقت الأضرار الصدرية والحمد لله أن العون لباس وما لحقته حتى أضرار. من المحجوز الذي تم العثور عليه كمية كبيرة كذلك من الأسلحة والذخيرة ووسائل الاتصال، وقد تم إيقاف جملة من الأطراف هم على النحو التالي: عز الدين عبد اللاوي أحد عناصر المجموعة الإرهابية شارك في الأعمال التحضيرية في جريمة القتل الأولى، عبد الرؤوف الطالبي أحد عناصر المجموعة تم استغلاله في كراء منزل تخفت به العناصر الفارة المفتش عنها من قبل السلطات الأمنية، كريم الكلاعي أحد العناصر الإرهابية الذي تولى تقمين الأسلحة والذخيرة التابعة للمجموعة، عادل السعيدي كلف بشراء حاجيات العناصر المتخفية والاتصال هاتفيا بلطف الزين عبر مركز الاتصال العمومي، انتمى حديثا لتنظيم أنصار الشريعة لا سوابق عدلي له، توفي أثناء تبادل الطلق الناري مع وحداتنا الأمنية. بالتوازي لذلك وفي نفس اليوم وعلى الساعة 6 صباحا استوقف أعوان الديوانة التونسية بمعمل راس جدير شاحنة خفيفة قصد إجراء عمليات تفتيش عادية، إلا أن مرافق السائق أشهر سلاحا ناريا وأطلق النار ولذ بالفرار. بتدخل أعوان فرقة مختصة تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني في الفور وعلى إثر مطاردة وتبادل الطلق الناري أمكن القبض على المظنون فيه علي العمري الذي توفي لاحقا بالمستشفى، فيما تم إلقاء القبض على مرافقه
والكشف عن باقي المورطين وهم رياض العمري ومحمد الصغير العمري ووائل الهمامي ومروان الحمدي ووجدي الغنيمي الذين بقوا إلى حد الآن بحالة فرار. سائق الشاحنة يدعى سليم السعيدي وهو موقوف لدى وحدات الحرس الوطني، تبنى الفكر السلفي بعد الثورة، ينتمي إلى أنصار الشريعة، تم استغلال وضعه المادي المزري لإغراءه بإدخال الأسلحة إلى بلادنا مقابل مبالغ مالية هامة. المتوفي بالمستشفى عادل العمر ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة وبالتحديد الجناح العسكري، نشط ضمن خلية جهادية سنة 2006 رفقة نظرائه على غرار المتشدد وائل العمري ما تسمى بمجموعة سليمان، تلقى دورة تدريبية في صنع المتفجرات واستعمال الأسلحة تحت إشراف الإرهابي المتوفي والمعروف لسعد سيس متزعم بما يسمى بمجموعة جند أسد ابن الفرات. تحول إلى ليبيا سنة 2006 ووقعت رحيله سنة 2007 محل أقضاء أحكام قضائية صدرت ضده تراوحت بين 6 أشهر و6 سنوات من أجل تهم مختلفة على علاقة بمجموعة جبل شعامبي. ومن ميل المحجوزات الشاحنة التي كانت تقل الأسلحة وقد تم إدخال تحويرات جوهرية عليه، وكانت الأسلحة كمية هامة متنوعة على غرار بنادق اقتحام كلاشنكوف، رشاشات خفيفة، قاذفات صواريخ، كميات هامة من الذخيرة، قذائف. وبمواصلة المداهمات يوم 5/8 بمنزل بسيد حسين السجوم يقتله أحد عناصر المجموعة معروف بكنية أبو أحمد، والذي تمكنت الوحدات العاملة من التعريف به وهو يدعى عادل السعيدي، شهر أبو أحمد أبرز قيادات الجناح العسكري مكلف بالاغتيالات وتوفير الأسلحة والمتفجرات من ذوي السوابق العدلية من أجل الانضمام إلى منظمات إرهابية خارج الوطن. يشرف على قيادات وسطى بمختلف ولايات الجمهورية تأتمر بأوامره في القيام بعمليات نوعية متزامنة وبأماكن متعددة على غرار عملية المحمدية وعملية حلق الواد. من المحجوزات بذات المنزل رسم بياني لهيكلية التنظيم وهو يتطابق مع ما لدينا من معطيات وما لدينا من هيكلية لهذا التنظيم، أهم عناصره الباني أو الأمير العام، الجهاز الدعوي، الجهاز الأمني، الجهاز العسكري والجهاز المالي. وهذه الأجهزة الأربعة تتفرع بطبيعتها إلى فروع وإلى إمارات مصغرة وقيادات وسطى وقيادات صغرى. في نفس اليوم وبمواصلة المداهمات بمنزل جهة رواد يقتله أحد عناصر المجموعة يكنى التهامي ويدعى رياض اللواتي، عنصر فاعل تابع للجناح العسكري مكلف بالاغتيالات والتصفية الجسدية من ذوي السوابق من أجل تكوين عصابة قصد التحضير والاعتداء على الأشخاص والأملاك لغرض التخويف والترويع والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام وتنظيم وفاق اتخذ من الإرهاب أو اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وعقد اجتماع غير مرخص فيه، توفي أثناء محاولة اعتدائه بواسطة قنبلة يدوية وسلاح ناري على وحداتنا الموجودة أمام المنزل. والمحجوز بهذا المنزل متنوع كذلك على غرار قائمة في المستهدفين بالاغتيالات، ونجد من بين المستهدفين إعلاميين وبعض السياسيين، وكانت القائمة بها ملاحظة جاهزة أي أن نوفل الورتاني وسفيان بن فرحات وفريد الباجي كانوا من الضحايا الجاهزين للتصفية، غير أن بورود طوسي في أعطاء الأولوية إلى السياسيين قبل الإعلاميين تم استهداف الشهيد محمد البراهمي والتشطيب عن اسم، فيما يلاحظ وجود اسم السياسي عامر العريض قد يكون الهدف الثاني في ذلك الوقت. يوجد أيضا أسماء لبعض المؤسسات الاقتصادية الهامة والحساسة خاصة التي تستعمل المواد الخطرة كانت مستهدفة على غرار مؤسسة بالشرقية 2 ومؤسسة بالضاحية الجنوبية معروفة هي مؤسسة إرليكيت. وجد أيضا أسماء وعناوين لشخصيات معروفة سياسية تجريبي وبعض المنظمات المعروفة والعريقة على غرار منظمة الأعراف. وجدت وثيقة تحمل رموز وعناوين وتصوير بخط اليد للموقع العام أو الرسم البياني لمنزل ما يجريبي بضاحية الجنوبية أو لمنزل سفيان بن فرحات كذلك في جهة حمام شط.
هناك مجسم لعنوان نوفل الورتادي وبعض النقاط الدالة التي تدل عليه، كما تم حجز القنبلة اليدوية التي رام الإرهابي إلقائها على وحداتنا الأمنية. وبناء على نتائج الأبحاث الجارية وعلى معلومات ذات طابع استعلامي مؤكد، تم رصد مخطط لأعمال إجرامية وإرهابية تستهدف بعض المؤسسات الحيوية التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن، واستهداف كذلك بعض الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة في الظاهرة الجنوبية خلال نهاية الأسبوع الفارط وبالتحديد يوم الجمعة، شبيه بالمخطط الذي تم الكشف عنه في ولاية سوسة في أواخر الشهر رمضان أو في العشرية الأخيرة لشهر رمضان. وعليه فقد تجندت مرة أخرى الوحدات الأمنية من مختلف الاختصاصات من شرطة وحرس لتكثيف الانتشار الأمني والشروع في سلسلة من المداهمات والإيقافات أدت إلى إفشال المخطط. الإيقافات: محمد العكاري المكنى لفايات أو المهدي، مكلف بقيادة الجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة، جمع المعلومات ورصد التحركات للشخصيات السياسية والإعلامية المؤثرة في البلاد لدراستها من قبل الجناح العسكري وتحديد الأهداف حسب الوضع السياسي في البلاد، بايع الإرهابي أيمن الظواهري المشرف العام على تنظيم القاعدة، شارك مع كتائب تنظيم القاعدة التي استهدفت القوات الأمريكية بالعراق، تم اعتقاله سنة 2005 من قبل الجيش الأمريكي وأودع بسجن أبو غريب بالعراق وتم ترحيله إلى تونس سنة 2010 أين حكم بخمس سنوات من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا أنه تمتع بالعفو التشريعي العام إثر الثورة. منذ تاريخ الإفراج عنه اتفق مع القيادات الكبرى والصغرى على غرار محمد العوادي وعادل السعيدي وسيف الله بن حسين وقيادات أخرى على غرار رياض الواتي ولطف الزين على إعادة تنظيم الصفوف. تم أيضا إيقاف حسام الدين المزليني شهر مروان أبرز عناصر الجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة تحت قيادة المدعو محمد العكاري، مكلف بالتنسيق واستقطاب وتجنيد العناصر الجديدة غير المعروفة من قبل الوحدات الأمنية والتي تتمتع بنقاوة السوابق العدلية وذات مستوى ثقافي عالي للعمل بالجهاز السري، انتمى إلى تنظيم أنصار الشريعة وتحول إلى ليبيا أين تلقى تدريبا عسكريا تحت إشراف أحمد الرويسي يكنى أبو زكريا وأين تعرف على المدعو محمد العكاري. أحمد بن عون أستاذ تعليم عالي ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة الشق الدعوي منه، التحق بالجناح الأمني السري بعد أن أظهر قدرات على ذلك وجرى اختياره من قبل حسام المزليني شهر مروان مكلف بجمع المعلومات حول السياسيين والإعلاميين ورصد تحركاتهم ومتابعة الصحف اليومية. محمد علي النعيمي المكنى بإبراهيم ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة من أبرز العناصر الفاعلة في الجهاز الأمني السري، مكلف بجمع المعلومات حول السياسيين والإعلاميين ورصد تحركاتهم. معاذ حميدي المكنى سيف ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة، عنصر من عناصر الجهاز السري، مكلف بجمع المعلومات حول السياسيين والإعلاميين ورصد تحركاتهم. محمد الزرزلي المكنى عمر ينتمي كذلك إلى نفس التنظيم وهو عنصر من عناصر الجهاز الأمني السري، مكلف كذلك بجمع المعلومات ورصد تحركات الأهداف. ماهر العكاري مضيف طيران ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة، عنصر من عناصر الجهاز السري الأمني، مكلف بنفس المعطيات ولكنه كلف أيضا بالانتداب. عبد الله بن عزيزة عام اليوم ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة، عنصر من عناصر الجهاز السري وهو آخر الانتدابات، منتدب حديثا، مكلف بجمع المعطيات حول السياسيين والإعلاميين ورصد تحركاته. محمد الأخياري ويكنى أوس وهذا الأخير لا يزال بحالة فرار ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة من قياديي الجهاز الأمن السري، مكلف بعمليات الرصد الميدانية وتجميع المعلومات من العناصر الأخرى، مسؤول على الأرشيف، كان ينوي رفقة العناصر الموقوفة وعناصر أخرى اغتيال كل من السادة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والشاعر الصغير ولد أحمد والمنزل الذي تسوقه حسام الدين المزليني بغرض عقد اجتماعات رفقة بقية عناصر تحديد الأهداف تم تفتيشه وتم التعرف عليه وتفتيشه، وقد تم العثور فيه على تجهيزات تصلح إلا لجهاز أمني سري على غرار وسائل الاتصال العديد من الحواسيب. وأثبتت الأبحاث
مع هؤلاء ومع سابقيهم جملة من الحقائق نريدها كما يلي. الحقيقة الأولى، أسمستحكم للاستماع للشهيد شكري بالعيد في دقيقة ونيف في حصة تلفزية كانت في أواخر أظن شهر جمع. مهانة مهانة، هذا شيخ غير جدير بأن يستقبل في تونس. اثنين، شنو المشروع اللي جابه؟ مشروع المحاجبات، أنا سمعت مشروع قلت هذا باش يستثمر، هذا عربي من الكويت عنده فلوس جاي باش يعمل معامل، باش يعمل حقول، باش يعاون التوانسة، باش نعملوا سبيطارات، باش نعملوا كياسات، باش نعملوا تنمية في الريف، باش نعملوا مدرسة، باش نعملوا ما يتنور به العقول والأذهان. فإذا به جاي باش يحجب العقول والأذهان على التنوير، باش بناتنا الصغار يحولهم للسلعة، لأنه في ثقافته السيد هذا اللي هي غريبة على تونس وعلى هوية هذا الشعب. لذلك أنا مع منع هؤلاء من دخول بلادنا لأنهم يلوثوها، هذو ما يستهدفوا هويتنا. هذايا لما يجي يحب يحجب لبناتنا يتعامل معهم كسلعة، كما الآخر اللي عريها راه، اللي عريها ويحطها لي في الببليسيتي هي بضاعة، وهذايا يغطي فيها يقرطص فيها، بعمرهم ما عاملوها كإنسان وككينونة مستقلة. بلادنا اللي فيها كوكبة آخر واحد فيهم يعلم هذا الشيخ ومن شيخوه، يعلموه يدرسوه كتلميذ درجة عشرة. بلاد الطاهر بن عاشور وبلاد التحرير والتنوير في الأخير يجيوها مجموعة من الدجالين باش يبثوا ثقافة غريبة على هويتنا وتستهدف إنسانها وتستهدف مكاسبها من هذا الغزو الوهابي الآتي من بعيد من الخليج ومن البترودولار. طيب، الشهيد شكري بالعيد كانت الاستعداد لاغتياله تقريبا شهر قبل تاريخ 6 فبراير، لكن هذه الحصة أثبتت التحريات والأبحاث أن الإرهابي كمال قذقاذي بالاستماع إليه قرر أعطاء الأولوية في الاغتيال في القائمة اللي هي موجودة بحوزته، وطلب الإذن عن طريق التسلسل عبر محمد العوادي من الشيخ أبو عياض لتصفية هذا الرجل، وعادت الفتوى بالإيجاب وتم تصفيته أيام قليلة بعد هذا البرنامج. بالنسبة للشهيد محمد إبراهيم كذلك، أن الإرهابي الذي يكنى بالصومالي هو من تربيته علاقة جوار بالضحية ويقطن بالقرب من منزل الشهيد، بالإضافة إلى أن الإرهابي ببكر الحكيم يتردد على منزل أحد أقاربه بذات الحي، وقد تكون الصدفة التي جمعت هذا وذاك بعد عودته من سوريا عجلت باغتيال الشهيد محمد البراهن. الحقيقة الثانية هو أن أبرز القيادات في هذا التنظيم ترددت على جبل الشعبي، وكمال قذقاذي وابو بكر الحكيم وسيف الله بن حسين إما للاجتماع بالقيادات أو للتدريب أو للمشاركة في القتال، ولدينا تعاملها استنطاقات ووثائق وسماعات وأبحاث تؤكد التحاق كمال قذقاذي وابو بكر الحكيم إلى جبل الشعبي بتعليمات من أبو عياض مباشرة إذر اغتيال الشهيد شكري بالعيد. الحقيقة الثالثة هو أن العديد من القيادات التي تنتمي للتنظيم على غرار أبو عياض وأحمد الرويسي وكمال قذقاذي، هذه من اكتشافات معناها وحدات الأمن الوطني، وكذلك رضا بن ناجم ومحمد الحبيب العوادي وسيف الله شقرون من اكتشافات وحدات المختصة في قضايا الإرهاب بالحرس الوطني، ترددت على ليبيا ودخلت مرارا إلى ليبيا إما للتدريب أو لعقد صفقات للسلاح أو للتخفي. والالتحاق إلى ليبيا لتلقي التدريبات يكون دائما بتعليمات من أبي عياض مثل ما هو مثبت في وثائق الاستنطاقات العدلية. جل العناصر القيادية ترددت لفترات مختلفة على ليبيا بعد الثورة، وتلقت تدريبات على استعمال السلاح في شكل دورات بمعسكرات سرية بليبيا، وقد عاد البعض إلى تونس أين تم توظيف جزء منهم، فيما توجه البعض الآخر إلى سوريا لممارسة ما تدرب عليه على أرض الواقع وكسب الخبرة. الحقيقة الرابعة، أثبتت الأبحاث المجراة لدى الوحدات المختصة بالإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني ارتباط وثيق بين ما يجري من أحداث بجبل شعامبي من اغتيالات وتفجيرات ومتفجرات بالمجموعات التي تم كشفها وضبطها والإعلان عليها في السابق. الحقيقة الخامسة،
ارتباط اغتيال الشهيد شكر بالعيد والشهيد محمد البراح بالأسلحة التي تم حجزها بمخزني مدنين والمنيهلة من خلال وحدة الأطراف المورطة، وهذه عينة لبعض المحجوزات المتنوعة في المستودعين. الحقيقة السادسة هو ضلوع مجموعة من العراس المتمتعة بالعفو التشريعي العام ابان الثورة في العمليات الأخيرة على غرار جزء هام من مجموعة سليمان، كذلك اعتماد نفس الطرق في التفجير ومكونات المتفجرات في الشعامبي وفي سليمان أيضا، وهذه بعض العناصر التي تم الكشف عنها من قبل وحدات الحرس الوطني سواء المتورطة في المخازن أو المتورطة في التهريب أو المتورطة في أحداث جبل الشعامبي، وعناصر أخرى تم الكشف عليها من قبل وحدات الأمن الوطني سواء مورطة في جبل الشعامبي أو في العديد من الجرائم الإرهابية وتمتعت بالعفو التشريعي العام. في هذا المجال لا يسعني أن أقول أن الشعب التونسي لا يعرف الوجه التي كنت أتحدث عليه من أنظيم أنصار الشريعة، ولكن لا يعرف إلا الوجه الدعوي، الوجه الدعوي الذي نعرفه جميعا بالصدريات وبتوزيع الإعانات وبإقامة الولايم إلى غير ذلك، وهو الوجه المشرق، ولكن تم كشف عن الوجه المظلم في هذا التنظيم من خلال تورط نفس الأطراف في اغتيال الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد البراهمي والتسبب في فتر أرجل أعواننا من الحرس الوطني والجيش الوطني. فكرة وزيزة عن التنظيم العسكري الذي يترأسه بطبيعته رئيس التنظيم، وتوجد في أسفل الهرم أو مباشرة إثر رئيس التنظيم أو الأمير العام محمد العوادي، محمد العكاري وعادل السعيدي، وهي قيادات من مستوى عالي في التنظيم. يليها رياض اللواتي، كمال قذقاذي، محمد الخياري، وهي تتخذ موقع الأمير، أمير المجموعة، وهي مجموعات متعددة ومجموعات لديها أدوار مختلفة على غرار مجموعة الأعمال التحضيرية بكراء الشقق. ونذكر منهم مروان الحاج صالح، سلمان مراكشي، عز الدين عبد اللويب، محمد أمين القاسمي، ياسر المولهي، ومحمد علي دم. هناك مجموعة الدعم والتنفيذ التي تولى توفير الأسلحة والذخيرة وتشارك أيضا في عمل التنفيذ، ببكر الحكيم، لطفي الزين، قيس مشالة، صابر مشركي، ياسين فرشيتي، كريم الكلاعي، رضا الورتاني، عبد الروف الطالب. هناك مجموعة أخرى تعنى بتعبئة في الأسلحة والذخيرة من خلال إدخالها خلسة إلى بلادنا على غرار أحمد الرويسي وسليم السعدي التي تم إيقافه مؤخرا من قبل وحدات الحرس الوطني. يضاف إليهم مجموعة الجهاز الأمني السري التي تعمل مباشرة مع الإرهابي محمد العكاري وهو بحالة إيقاف كما سبق أن ذكرت، وكل الأطراف التي ذكرتها في السابق هي تعمل معه مباشرة طبعا بالتنسيق مع المدعو رياض اللواتي. الحقيقة الثامنة هو الارتباط تنظيم أنصار الشريعة ارتباط عضوي بتنظيم القاعدة من خلال نص المبايعة التي أداها أبو عياض لأبو مصعب عبد المودود بما نصه: أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والبكره، وأبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر. وكذلك الشأن بالنسبة لبقية أتباع هذا التنظيم، مع هناك خصوصية أن كل من يبايع أبو عياض وتأتيه تعليمات يخالف تلك التعليمات يتم تصفيته، وهو أسلوب نعرفه في المنظمات الإجرامية الكبرى الدولية في مختصة في مجال القضايا المالية الكبرى أو قضايا المخدرات. وأستسمحكم بأن أعرض عليكم تقريبا دقيقة ونيف من استنطاق شفاهي محمد العكاري 16/2/1975 اسم الأمة منيرة المصرية، العنوان 80 عربية سعودية لفيات تونس. أنا التحق بالجهاد في العراق في 2004، شديت مع الأمريكان في 2005، رجعت لتونس في 2010، احتمت 5 سنين، خرجت في العفو التشريع، تحق تنظيم أنصار الشريعة، لويت الشيخ أبو عياض عندي، أمنت في مسكن إلى غاية ما اكتشفت المسكن في مارشي سنترال. بعد هزيت معايا داري في حي الخضر، قعدت سكنت بحدايا جماعة حتى ولدت بروسة، كونت جهاز أمني في شهر ماي، كون في جهاز أمني، كنت تنسيق مع محمد العواد، قال لي أشرف على الجهاز الأمني، صلب عمل كامل، عمل عسكري بتكون شنو؟
يتكون من أمني معسكري. شو الأمني هو يلم المعلومة يمد هذا العسكري بحين في جهاز أمني تحت إشرافي أنا. أنا أعرف فروعي عندي أنا في جهاز أمني عندي فروع. جهاز عسكري ما يعرفش فروع. جمع المعلومات. ليه إيش نعمل؟ نص الصحف اليومية، نص السياسيين، غير كثير. يتحدث على نحن كونا رصد المعلومات الأخير. التنسيق شوية في الإشاعة أهداف الرصد رصد الولاد وحشة أهداف نحن لها مكلفين نحن بجمع أقسام عدد ممكن المعلومات على السياسيين نصفين بن فرحات تين بن مهند طيب بكوش هي قائمة في الجنة لكن مثال كاملة حاضرة العلمان حاضر يعني مبقى كان طريقة التنفيذ والتوقيت انت التوقيت وقتاش يخرج كل تنظيمات جهادية تخدم هكذا نعم فينا فيها الفيروس وكل هذه الاعترافات موثقة وفي استنطاقات المعني واستنطاقات بقية البسطة وجيز على دائرة نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي ينتمي إليه تنظيم أنصار الشريعة بالإضافة إلى دول شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء نجد أن مجال النشاط والعمليات يشمل حتى الحدود الغربية لبلادنا والحدود الجنوبية أحد عناصر التنظيم من الدول المشرق يتحدث مع أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة في تونس وقد تمكن لوحداتنا من تحديد جنسية الأول وتحديد هوية الثاني أستسمحكم للاستماع لتقريبا دقيقة ونيف حول التوصيات وطرق العمل في ذلك سيتم استهداف عسكرية جيد؟ نعم يرتب العسكري مع النظام الثاني مع المجموعة الأخرى دون علاقة بالمجموعة الأولى المجموعة الأولى تكون مكلفة باستهداف مركز المجموعة الثانية تكون مستهدفة بتستهدف الإمداد على الطريق جيد؟ جيد دون تنسيق بين المجموعتين يجب أن يعرفوا أنه ستخرج الآن قوات أمنية من المنطقة ألف إلى المنطقة باء أن تستهدفوها في المقام الفلاني فهمت كيف؟ نعم الآن الهدف كما قلنا مش المركز المركز فيه 2-3 بالأعوان صح؟ نعم بينما الإمداد الذي يخرج لاستهداف مجموعة عسكرية سيطرت على مركز في 3 أعوان سيكون 100 جندي صح؟ صح هذا هو الهدف أخي احنا وترجع الجغرافي أخي نعم احنا ناخذ عامة كم يكون لا عامة ما ينفعش الأقل الخلية أخي قلعة الخلية عندك ستكون 2 لا حتى في الخلية ما نقدر نسوي 3 أقل شيء يعني ما فيش مشكلة أقل شيء 2 أنا بقول لك لازم يكونوا 2 أقل شيء ثقات صدقني العدد خاصة العسكري والأمن اسمعني العدد ده أنا لما سألت المتوكل أنت نفسك لا تتوقعه عندنا كثير وثقات ثقات ثقات كثير جدا تمام أنا لا أعرف هذا المسألة إلا بطريقة واحدة أقدر أن أأكد منها نعم فهمت أخي أنا في بالي أنت مش عارف شو قصدي أنت مش عارف الفكرة اللي في بالي عشان تكون هذا كلام لك أنت وحدك اللي في بالي 50 ضربة في نفس الساعة تعرف يعني لكن العتاد المشكلة في العتاد ليس في يا أخي بالسكين بالمولوتوف بالقنبلة بالتصنيع بكل الطرق 50 ضربة لازم يكونوا في نفس الساعة فهمت كيف؟ فهمت علي نحدد تكون محددة ساعة 0 يوم كذا الساعة كذا خلص الكل يضرب في كل المجالات ويختفي فهمت الفكرة؟ نعم هذه الضربة الأولى اللي ستعجز الإرباك واضح كلامي أخي واضح كلامي؟ واضح هذه أهم شيء في العمل تعرف ماذا سيحدث بعد 50 ضربة أنت في البلد؟ نعم ليش؟ يا رجل أنا أقول لك مثال الآن وقع حادث سيارات فقط بين باصين في تونس العاصمة المستشفيات ستطلب النجدة من فرنسا واضح كلامي؟ واضح تخيل 50 ضربة أخي تخيل إيش معنى أول مرة في تاريخ البلد يعني النظام الاتصال النظام الاتصال اللي عنده الأجهزة الأمنية تبعكم سيفشل تعرف ليش؟ نعم يعني كيف ستتلقى 50 بلاغ في الدقيقة؟ فهمت؟ هذه البلاغات أمنية خطيرة تقارير مجهود كبير جدا واضحة؟ واضح هذا هو اللي يعمل البلبلة
في الوقت نفسه هذا يكون المقدمة الأولى للضربات الكبرى. يعني في نفس التوقيت في نفس خلال ساعة ساعتين تكون الضربة الثانية الكبرى والضربة الثالثة الكبرى. فهمت كيف؟ الضربات الكبرى مثل يعني مثل شو؟ اللي حكينا عليه واحد. نعم. تمام. نعم. والثانية ممكن تنفذها في نفس الوقت سنتين أو ثلاثة مع بعض. أعطيك مثال. قطع الكهرباء في كل عصبة. لأقدم بسطة صغيرة عن ربما هو الحوار مطول ولكن وحداتنا لخصته والعناصر الكبرى هو تحديد الأهداف والمهمات تنويحها إلى كبرى وصغرى. بالنسبة للمهام الكبرى هي تحديد الأماكن الاستراتيجية مقرات أمنية وعسكرية السجون والمؤسسات الحيوية المرتبطة بالمعيشة اليومية للمواطن. المهمات الصغرى كقطع الطريق الاشتباك المسلح ثم سرعة الانسحاب. الاعتماد على التنقل المموه من خلال استعمال درجات نارية وسيارات مع تدليس الوثائق، وهذه عينة من تدليس الوثائق حيث استطاع الإرهابي بوبكر الحكيم من إدخال تحويرات على وجه ليتناسب مع وجه صاحب البطاقة التعريف المنصوص عليها. وكذلك تم العثور على رخص سياقة وشهادات تسجيل عذراء قابلة للتزييف وحجز آلة تابعة لافتعال رخص سياقة وغيرها من الوثائق تم جلبها من بلد المجاور. الهدف الرئيسي الذي تم التحدث عنه هو استهداف مقر أمني ثم انتظار توافد التعزيزات الأمنية من مختلف الوحدات لبلوغ الهدف الرئيسي، أي الضرب بقوة باستعمال الألغام والعبوات الناسفة باعتماد نظم التشغيل عن بعد بواسطة الأجزاء التي بحوزتهم لقتل أكثر عدد ممكن والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة التي بحوزة الأعوان على غرار عملية حلق الواد وعملية المحمدية. الاعتماد على التخفي إما في الجبال جبل الشعامبي أو في الشقق، وهنا يدخل العنصر النسائي للتبويه على أصحاب المنازل باعتبار معناها زوج وزوجة ثم تختفي المرأة أو الطفلة وتصبح ذلك المنزل وكرا للإرهاب. التخطيط من خلال التخطيط المسبق ودراسة الأهداف الشخصية مع أماكن التردد والطرق التي يسلكها الهدف بالاعتماد على رسومات كنت أشرت للبعض منها على غرار هذا الرسم. اعتماد على الاتصال المكثف بتغيير كلي ومسترسل للشرائح وتغييرها في فترة وجيزة والسعي للاستماع إلى المكالمات اللاسلكية لوحدات الأمن ووحدات الجيش. بالنسبة للانتداب، انتداب عناصر شبابية عادة ما تكون من الطلبة والطبقة المثقفة بعيدة عن الشبهة غير معلومة لدى الوحدات الأمنية. بالتوازي لذلك يجري الانتداب للعنصر النسائي بالتركيز خاصة على القاصرات المنقبات على غرار الخلية التي تم تفكيكها يوم 9/8/2013 والتي تتزعمها فتاة من مواليد 1996 حيث أقرت في أبحاثها أنها تتعمد استقطاب الفتيات لمرافقتها إلى جبل الشعامبي لمناصرة عناصر التنظيم في إطار ما يعرف بجهاد النكاح. سعت تلك العناصر إلى تعدد الضربات وتنوعها، استهداف مؤسسات حيوية، قطع الكهرباء، وسائل الاتصال الهاتفي على المواطن في أماكن مختلفة، والحرص على أن يكون التنفيذ في حيز زمني قصير في انتظار ساعة الصفر. الحقيقة التاسعة هو التخطيط لسلسلة من الاغتيالات لشخصيات سياسية بدرجة أولى وإعلامية وأمنية وعسكرية بدرجة ثانية، وأورد القائمة على النحو التالي: نوفل الورتاني، مي الجريبي، سلمى بكار، سفيان بن فرحات، العميد الكسدغلي، هيثم المكي، طيب البكوش، سلاح الدين الزحاف، خميس كسيرة، لينا بن مهني وشقيقها فوزي، وداد بوشماوي، المنجي الرحوي، محمد الطالبي، ألفة يوسف، عامر العريض، فريد الباجي، نور بيزيد، ولطفي العماري. استغلال الفوضى السياسية لغاية إحداث الفراغ الأمني عن طريق مداهمة المقرات الأمنية والعسكرية وتصفية بعض القيادات الأمنية. بالتوازي لذلك يتم استغلال الظرف لتلميع الصورة بتكوين لجان لحماية الأحياء عوضا عن أعوان الأمن وتقديم المساعدات الغذائية للمواطنين والظهور العلني آنذاك للجناح العسكري والأمني والانقضاض على السلطة بقوة السلاح وفرض أمر الواقع. لماذا؟ للإعلان عن تركيز أول إبارة إسلامية في شمال أفريقيا. عوامل فشل هذا المخطط: انطلاق الأبحاث والإيقافات بصفة جدية وفي الوقت المناسب، تعدد الإيقافات وتنوعها وكشف هوية المورطين،
كشف مخازن الأسلحة وحز العديد من القطاع والذخيرة بأماكن مختلفة من البلاد، حتى الدوريات المتنقلة والقارة للحرس والشرطة والديوانة تمكنت من حذف كامل تراب الجمهورية لجملة من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى مستودع مدنين ومستودع دواريش. كذلك تندرج في عوامل الفشل منع مؤتمر القيروان وتحجير نصب الخيام الدعوية بكامل تراب الجمهورية، وكذلك التدخل العسكري القوي مؤخرا بجبل شعام، إحباط المخطط الإرهابي بولاية سوسة خلال العشرة الأخيرة من شهر رمضان الفارق، إحباط المخطط الإرهابي بتونس الكبرى في مناسبتين، إحباط عدد من عمليات إدخال المتفجرات بحرا والأسلحة برا من بلد المجاور. وأضيف إلى كل هذا رسالة تطمن إليكم وإلى شعب تونس أن المؤسسة الأمنية في تركيبتها الموسعة لن تدخر أي جهد لحماية المواطن وحماية البلاد وجعلها من منأى من كل التهديدات والمخاطر، وهي مستعدة لتقديم المزيد من الشهداء والجرحى لتبقى بلادنا عالية شامخة كهذا النصر الجميل. وتحية تونس، والسلام عليكم.